وفي الواقع عشان نبقى موضعين، اللي اثر فيه توجهات السياسه الخارجيه التركيه على هذا النحو هو ظهور نخبه جديده من رجال الاعمال، اللي هم معظمهم رجال اعمال شباب، اللي هم زي ما قالت الدكتوره ظهروا ايام وزال، لكن وجدوا بيئه اكثر مواتيه مع في ظل توجهات حكومه حزب العداله والتنميه. وهؤلاء رجال الاعمال اللي هو بيطلق عليهم في تركيا البرجوازيه المسلمه او الراسماليين المتوضئين، نسبه الى انهم رجال اعمال ليبراليين ولكن يحرصون على اداء المشاعر الاسلاميه. هؤلاء رأوا أن الساحات الإقليمية الأخرى خارج نطاق الساحة الأوروبية هي الأنسب للتوجه ودعم العلاقات الاقتصادية من منطلق براغماتي بحت، انطلاقا من أن هذه الأسواق بها كتلة بشرية واسعة، بها مساحة جغرافية كبيرة، فيها المنافسة أسهل، الدخول في منافسة مع الشريك الأوروبي، الدخول في منافسة مع الشريك مع الاتحاد الأوروبي سيجعل هذه القوة الجديدة تنافس بعضها، لأن معظم المناطق معظم رجال الأعمال المتركزين في الجزء الأوروبي من تركيا توجهون بتجارتهم إلى أوروبا، ومن ثم محاولة فتح أسواق جديدة هو الأنسب للشراكات الجديدة ولفكرة دعم الاقتصاد التركي والتوجهات الاقتصادية بالنسبة لتركيا. المحدد الأمني التركي اعتمدت على الأدوات الناعمة، كان من أهم أدبيات وبرنامج حزب العدالة والتنمية أنه تحدث عن أن القوة الخشنة ليس لها سبيل في سياسته الخارجية، ولكن الأدوات الناعمة هي التي سيدعم بها وسيستخدمها كوسيلة لدعم توجهات تركيا الخارجية. وهناك مقولة رئيسية لأحمد داود أغلو في هذا الشأن، وهي فكرة البيوت الخشبية، ويرى أن إذا اندلع حريق في أي بيت خشبي من شأنه أن ينتقل إلى كافة البيوت المجاورة. يرى أن الدول العربية وتركيا مثل هذا الشأن، إذا حدثت مشكلة في أي دولة عربية ستؤثر على تركيا، وإذا حصلت مشكلة في تركيا ستؤثر على الدول العربية. وهنا بينطلق من مفهوم الأمن المشترك. لو تحدثت على المحددات الخارجية، طبعا الدكتورة اتكلمت على تركيا والاتحاد الأوروبي. تركيا لم تنصرف عن الاتحاد الأوروبي، ولكن بدأ أن هناك توسيع للخيارات، ليس الخيار فقط الاتحاد الأوروبي، ولكن الخيار بات توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وفي ذات الآن توثيق العلاقات مع عدد من الأقاليم المهمة بالنسبة لتركيا، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط في ذات الآن. وكان الاتحاد الأوروبي مهم بالنسبة لتركيا في حاجتين. الحاجة الأولانية هو دعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي داخل تركيا في مواجهة النخبة الكمالية، خصوصا فيما يتعلق بالأقليات العلويين والأكراد، وهذا زاد من شعبية حزب العدالة والتنمية، هي فكرة مصلحية بحتة. النقطة المستوى الثاني هو أن تركيا رأت أن إحداث إصلاح سياسي واقتصادي بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لا يصب في خدمة الاتحاد الأوروبي، ولكن يصب في خدمة تركيا بصرف النظر عن الإطار السياسي التي تنتمي إليه. أنا حالا أخلص. من الحاجات اللي كانت بتدركها تركيا في ظل توجهاتها الجديده زي منطقه الشرق الاوسط، ان هناك مشاكل فعلا ستواجه تركيا في مساله الانضمام، منها كتلتها الديموغرافيه الكبيره جدا التي ستجعلها القوى التصويتيه الثانيه في الاتحاد الاوروبي، ثانيا حدودها المشتركه مع دول زي العراق وايران وسوريا، وهي في الغالب حدود ملتهبه، ثالثا ان هناك يعني عدد من الدول تنظر الى الموضوع ببعد ثقافي بحت، وترى ان حسم هذا الموضوع تلزم اللجوء الى الاستفتاء الشعبي، وهناك بعض الدول مثل النمسا على سبيل المثال ترفض دخول دوله مسلمه للاتحاد الاوروبي. اذا نظرنا الى العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، ساختصر واقول ان تركيا اصبحت دوله انانيه في السياسه الخارجيه التركيه. كانت خلال فتره الحرب البارده كانت دولة تتحرك خارجيا بما يتمليها عليه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الآن أصبحت تتحرك بما تمليه المصلحة التركية العليا بصرف النظر عن توجهات السياسة الخارجية التركية. ده بان في عدد من الملفات الرئيسية. كان أول ملف في 2003 أول ما وصل الحزب العدالة والتنمية رفض فكرة غزو الأمريكي العراق، فتح جبهة شمالية لغزو العراق. لما وصلت حماس كان أول دولة تدعو حماس حتى قبل معظم الدول العربية، في فكرة عزل النظام السوري بعد مقتل الرئيس الراحل رفيق الحريري، رفض عزل سوريا بل على العكس انفتح في شراكة استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية مع سوريا، شراكة مهمة جدا. فيما يتعلق بالمحدد الثالث الخارجي هو فراغ القوى الاستراتيجية في المنطقة. من الحاجات المفارقات المهمة ان يحصل ده كله في تركيا وفي نفس الوقت يكون بيحصل في منطقة الشرق الأوسط فراغ استراتيجي مهم ناتج عن غياب العراق، تصاعد الدور الإيراني، حدوث مشكلات كبيرة في عدد من الدول العربية، ومن ثم كانت البيئة الإقليمية مواتية ان تركيا تلعب دور رئيسي على الساحة
الساحات على الساحه الاقليم الشرق الاوسط، وكان يعني كان كانت المقارنه دايما في الدول العربيه بالنسبه للباحثين العرب هو الدور الايراني والدور الدور التركي، كان الدور التركي اكثر شرعيه من الدور الايراني لانه يقترب فيه كثير من المسافات وكثير من القضايا من المواقف العربيه فيما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، فيما يتعلق برؤيته لعداله واخلاقيه السياسات الامريكيه في المنطقه. بعد كده اثر هذه المحددات على العلاقات مع الدول العربية كان طبعا في تأثير سياسي على المستوى الثنائي وعلى المستوى الجماعي. باختصار حصل تطور كبير جدا، بدأت هناك مأساسة العلاقات التركية العربية، وأصبح من تضييع الوقت الحديث عن هل هي منطقة شرق أوسطية ولا منطقة عربية. تركيا أضحت عضو مراقب في جامعة الدول العربية بعد قافلة الحرية، السفير التركي في القاهرة هو اللي افتتح اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومن ثم تركيا أصبحت لاعب رئيسي في المنطقة. الحاجة فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي طبعا تدعمت العلاقات بشكل كبير جدا، ولو شفنا مثلا كان الدكتور عزمي بشارة ليه دراسة على جزيرة نت، لو شفنا الجدول اللي هو حطه على مسار تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا واسرائيل وبين تركيا والدول العربية هنلاقي في قفزة كبيرة جدا بين تركيا والدول العربية مقارنة بين تركيا وإسرائيل، وده بيبين ازاي المنحنى والدلالة الرمزية لهذا المنحنى لتطور العلاقات مع الدول العربية. كل المجالات الاقتصادية أصبحت مجالات للتعاون مع تركيا، سكك حديد، كهرباء، بترول، خطوط نفط، إقامة مشروعات مشتركة. كل المشروعات العقارية اللي بتقوم بها تركيا خارج حدودها 40% منها موجهة إلى الدول العربية. فيما يتعلق بالمستوى الأمني تم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة جدا مع عدد من الدول العربية زي الإمارات، زي العراق، زي سوريا. تعامل عدد كبير جدا من المجالس الاستراتيجية مع الدول العربية التي تبحث في إيجاد حلول للمشكلات الأمنية الموجودة في المنطقة. والمفارقة الأكبر أن تركيا أصبحت يعني الدول العربية ما فيش مناورات بينها وبين بعض، لا، تركيا عملت مناورات مع سوريا في 2007 وعملت مناورات مع القاهرة في 2009، ومن المرجح في ظل زيارة عبد الله جول إلى القاهرة ومقابلة السيد المشير هيبقى فيه عدد من المناورات وتدعيم للعلاقات العسكرية. نتائج الدراسة بسرعة، الدراسة توصلت أن المحددات الداخلية هي محددات رئيسية في تحولات السياسة الخارجية التركية، ولكن المحددات الخارجية خصوصا الإقليمية لعبت دور مؤثر في تسهيل تحول هذا الدور. تركيا استخدمت منهج جديد اعتقد ان هو ده اللي يستحق ان هو يبقى نموذج في تدعيم العلاقات مع بين الدول العربيه وبعدها، وهو استخدام الاقتراب الاقتصادي اللي هو اقل اثاره للمشكلات واقل اثاره للحساسيات. تركيا استخدمت سياسه يعني نستطيع ان نقول عنها حياد، او زي ما بيقولوا كده بالمصري خيركم من يبدا بالسلام. بدأت مع سوريا، بدأت مع مصر، بدأت مع كل الدول الجوار في توثيق العلاقات، وكانت الخيار المفضل إذا جاز التعبير لمحوري الاعتدال والتشدد في المنطقة. الجديد في سياسة تركيا ان هي بتعمل ده، وهي لها شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وهي ما زالت مرشحة الى عضوية الاتحاد الاوروبي، وهي ما زالت عضو في حلف الناتو، ده الجديد بالنسبة لتركيا. قدام تركيا اختبار صعب، مصر بعد ثورة 25 يناير اعتقد ان هي ستسعى الى لعب دور رئيسي غيبت عنه خلال السنوات الثلاثين الماضية. هنا سيظهر لنا قوتان متنافستين على لعب ادوار اقليمية مؤثرة. اعتقد ان الافضليه ستكون لمصر باعتبارها دوله عربيه ولها شراكات استراتيجيه مهمه مع دوله كبيره زي السعوديه، وتحسن علاقاتها مع بعض الاطراف الرئيسيه مثل قطر وسوريا. ومن ثم هيكون امام تركيا خياران، اما التوائم والتكيف مع الدور المصري الجديد، واما الدخول في منافسه قد ينتج عنها احتكاكات او مصادمات دبلوماسيه. اعتقد ان تركيا ستختار المحور الاول لان كل سياق الدراسه يؤكد هذا، واللي يؤكد ده اكتر ان تركيا الوقت انتهى. شكرا جزيلا، أخذنا وقت طويل، أسف على التطويل، شكرا، وأسف على التطويل، شكرا.